السلام عليكم. في عندنا خبر كويس جدا او فيديو كويس جدا بيتكلم عن شباب عندنا من مصر عملوا عربية بتمشي على الماء. طبعا ده حاجة جميلة جدا وفي منتهى الروعة. يمكن انا بكلمكم دلوقتي انتوا شايفين الفيديو، شايفين عربية عمالة تجري على المية كده زي اللانش. هما 2 شباب من مصر ابتكروا هذه السيارة وعملوها وصنعوها في مصر بخامات يعني تقدر تقول 90%، لان هم جابوا المحرك بس من اليابان واتعملت كلها في مصر. هم كانوا عايزين يشتروها من بره بس هم يعني فكروا وقالوا الافضل نعملها هنا، ونجحوا وعملوها، وزي ما انتم شايفين قدامكم حاجه في منتهى الروعه. دي تعتبر يعني تجربه كويسه جدا وتجربه ممتازه جدا 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 جدا. والافضل بقى والاشيك والاحلى والاجمل لو يقدروا يعملوا العربية دي تبقى برمائية، يعني تمشي في المية أو تمشي في البحر وتمشي كمان على الأرض، لأن الحاجات دي طبعا موجودة بره بشكل جامد جدا. بس يعني دي تعتبر بالنسبة لنا احنا في مصر البداية، إن أنت في عندك حد على مستوى أفراد مش على مستوى مؤسسات أو شركات كبيرة نجحوا إن هم يعملوا حاجة بمنتهى الروعة وبمنتهى الجمال. يعني أنا شفت الحاجات اللي موجودة في أوروبا، يمكن العربيات اللي بتمشي بالطريقه دي مش بالجمال ده، ولكن مع الفارق طبعا ان هم هناك عندهم العربيات برمائيه، في وموتوسيكلات برمائيه بتمشي فوق وبتمشي تحت، انما دي بتمشي يعني دي اللي هي اللي معموله في مصر دي بتمشي في المايه بس، يعني ما تقدرش تمشي على الارض. فهي تعتبر لانش ولكنه لانش بشكل السياره، يعني هو ده التوصيف المظبوط لهذا الفيديو اللي انتم شايفينه دوت، ان ده لانش عادي جدا ولكنه على شكل سياره. هو طبعا بيعمل منظر وبشكل جبار جدا، ولكن هم عايزين يطوروا من اللانش دوت ويعملوه يبقى لانش برمائي او سياره برمائيه تمشي هنا وتمشي هنا. لما نيجي نشوف الحاجات اللي بره بقى هتلاقي في عندك موتوسيكل مثلا بيمشي على الارض وبعدين بيمشي في الميه، ما فيش في عنده اي مشكله. عربيات بتمشي على الارض وبعدين تمشي في الميه، باص اتوبيس وفي سياح وبيركبوا وبيمشي بيهم بيتنزه بيهم على الارض وعلى اليابسه، بعدين الراجل ينزل يضرب غطس في الميه ويتفسحوا في الميه، بعدين يطلعوا من حته تانية. فيعني الناس عندهم شغل عالي جدا وشغل جبار جدا بصراحه. يعني انت عندك عربيه جيب بتمشي على الارض، بعدين ينزل بيها في بحيره يصطاد بط، بعدين يطلع يركب ياخد بعضه ويروح. فبصراحه شغل عندهم شغل جبار جدا. فهو في مصر هنا نجح ان هم يعملوا هذا القارب او هذا اللانش اللي على شكل عربيه. ان شاء الله بعد كده مع التطوير ممكن يوصلوا ان هم يعملوه برمائي، ان هو يعني بدل ما يجي ويزقوه وينزل الميه ويجروا بيه يمين وشمال يقدر ياخده ويطلع بيه. طبعا التقنيه دي بتبقى يعني صعبه شويه ومكلفه، ان انت عندك عربيه لازم تتعمل بمواصفات خاصه، لان طبعا فرق شاسع بين ان لانش بمحرك رفاص ومجهز ان هو يمشي على الارض يمشي في البحر، والعربيه طبعا ليها خصائص ثانيه، ان انت تعمل الاثنين في واحد ده امر معقد شويه. بس يعني هم نجحوا في نص التجربه، ان شاء الله ينجحوا في النص الثاني ويعملوا حاجه كويسه جدا. فيعني الفيديو عجبني والخبر عجبني، فحبيت اعمل عنه فيديو عشان اللي ما يعرفش الخبر ده ممكن يعرفه من الفيديو دوت. ولو حد عجبه الفيديو ممكن يشترك في القناه ويشوف الفيديوهات الثانيه. شكرا.